ينضم إلينا من العاصمة التوغولية لومي محمد سيدي حبيب الله، الكاتب والباحث السياسي. سيد لومي، إذن كيف يمكن أن نقرأ هذا التطور في الانتخابات التي أجلت إلى أجل غير مسمى في توغو؟ اهلا وسهلا اخي العزيز. اذا كنت قد يعني سمعت السؤال بشكل جيد، تقصد تتحدث عن يعني عن تأجيل الانتخابات، تأجيل الموعد الانتخابي، صحيح؟ نعم. وحقيقة الشعب التوغولي فوجئ بشكل كبير لهذا التأجيل، يعني الغير حقيقة يتم تبريره إلى حد الساعة. الجميع كانوا يتوقعون أن هذه الانتخابات ستجري في وقتها المحدد، لكن حسب يعني تم ذكرها اليوم بأن الانتخابات تم تأجيلها إلى يعني إلى وقت غير مسمى. نعم. بطبيعة الحال الشعب التوغولي كان يعني متحمس جدا أن تجري الانتخابات بشكلها المعلن سابقا، لكن سينتظر حقيقة ما ستعلنه الدولة في الأيام القليلة المقبلة حول متى سيتم إجراء هذه الانتخابات التشريعية. لكن هل أعلن عن أسباب هذا التأجيل أو هذا التعليق للعملية الانتخابية؟ لم يتم بشكل واضح عن أسباب تأجيل هذه الانتخابات، لكن بطبيعة الحال في أفريقيا يقيل أنه تم تأجيل الانتخابات كما يعلم الجميع، ممكن الأسباب تتمركز حول أو تتمركز حول يعني الاستعداد اللوجستي لهذه الانتخابات، ممكن يكون هناك خلل في هذه الاستعدادات ويتم تأجيلها إلى وقت غير مسمى. نعم. كان هناك قبل هذا القرار أستاذ لومي رغبة من الرئيس غناسينغبي للتصديق على دستور جديد يلغي العملية الانتخابية، مما قد يوحي بأنه سيمدد له إلى عام 2031. هل نحن بصدد هذا السيناريو الآن؟ نعم، رئيس البلاد كان قد صدق على دستور جديد يلغي العملية الانتخابية، أو كان يرغب في التصديق على دستور جديد يلغي العملية الانتخابية. هل نحن بصدد هذا السيناريو الآن؟ هل العملية ألغيت ولم تؤجل أو لم تعلق؟ هذا الدستور اولا ينص على انه يتم اختيار لاول مره المجالس الاقليميه في توغو، وبطبيعه الحال بما ان الانتخابات تم تاجيلها، اذا ننتظر يعني الايام القليله المقبله لمعرفه متى سيتم تنظيم هذه الانتخابات، لكن هي لاول مره حقيقه في تاريخ توغو، ممكن يكون لاول مره في الدول الافريقيه يتم يعني هذا التنظيم، تنظيم الانتخابات للمجالس الاقليميه التي ممكن هي من يعني ستقوم بترشيح رئيس الجمهوريه. طيب يعني هذا الدستور تم التصديق عليه، لان المعارضه كانت يعني نظمت مظاهرات وكانت تعترض على التصديق على او كانت ترغب في منع الرئيس من التصديق على هذا الدستور. هل هذا الدستور مرر ام لم يمرر؟ بطبيعه الحال الدستور تم يعني سيتم تمريره بطبيعه الحال، لكن المعارضه كما تعرف في جميع الدول الافريقيه تقوم ضد هذه القرارات التي تصب في مصلحه الرئيس التوغولي الحالي. وحقيقه ان لم يخضع الجميع، هذا الرئيس يعني التوغولي يعني يمشي في وصل الى السلطه في عام 2005 بطبيعه الحال، اذا حسبنا الرقم سيكون بدايته الرابعه، اذا هذا الدستور الجديد سيتيح له الفرصه لمواصله الاصرار في حكم البلاد. بطبيعه الحال المعارضه لن ترضى بهذا القرار وستقف وقفه رجل واحد ضد هذا القرار، لكن بطبيعه الحال مثل ما يجري انا اعتقد بانه سيتم تمريره وان الرئيس الحالي سينجح في الانتخابات الرئاسيه القادمه. التي هي متى؟ حسب هذا التطور متى التي لم يحدد موعدها بعد. طيب انت قلت ان المعارضه يعني المظاهرات التي انطلقت
من قوى المعارضة والتي يقودها التحالف الوطني من أجل التغيير، لم تؤثر في تمرير أو لم تستطع أو تنجح في منع تمرير هذا الدستور. هذا يدعونا إلى التساؤل عن ثقل هذه المعارضة في الشارع. هذا يدعونا إلى معرفة حجم هذه المعارضة. إذا نظرنا إلى جانب السنغال، فاستطاعت المعارضة في السنغال أن يعني تمرر ويعني تفرض سيطرتها على ماكيسال رئيس المتهيئة ولايته، وإجباره على يعني التراجع عن موقفه في تأجيل الانتخابات الرئاسية التي تم الإعلان عن نتائجها قبل أيام قليلة وتم تنصيب الرئيس السنغال. المعارضة في توغو تختلف بشكل كبير عن المعارضة في السنغال، لأنها ليس بالحجم الكبير وبالثقة الكبيرة التي تقدمها أو يقدمها لها الشعب أو المواطن. تختلف المعارضة في توغو بالمعارضة في السنغال حسب رأيي. ان المعارضه ليس لديها يعني ممكن السيطره او الشعبيه الكبيره التي ممكن يعني تحولها الى السيطره على بعض المواقف، او يعني ليس لديها شعبيه، واذا نقول شعبيه كبيره من اجل الضغط على اي قرار يتم إصداره من الرئيس أو من غيره. نعم، من العاصمة التوغولية لومي أشكرك أستاذ محمد سيدي حبيب الله الكاتب والباحث السياسي، شكرا لك.